اهلا بيكم في حلقه جديده من هندسه مدنيه وبس. الهيكل البنائي للمشروع. عناصر اي مشروع بتتكون من المالك والاستشاري والمقاول العام ومقاول الباطن. المالك هو صاحب المشروع سواء كان فرد او مؤسسة، ومش شرط ان يكون ليه سابق معرفة بمجال التنفيذ، وهو المسؤول عن عملية التمويل للمشروع او تحديد جهة التمويل. وبيقوم المالك بتعيين مهندس او هيئة هندسية كبيرة وليها خبرة في مجال المقاولات، وبيتسمى ممثل المالك، وبيكون على رأس الهيكل البنائي للمشروع بحيث انه بيقوم بعمل تحديد الإطار والسياسات العامة للمشروع، وبيحدد ممثل المالك الأولوية للمشروع من حيث الجودة، التكلفة، الوقت. برضو بيعتمد الاقتراحات الهندسية لحل المشكلات الإدارية والفنية والمتقدمة من جهة الاستشاري. وبيقوم برضو ممثل المالك بعمل زيارات ميدانية للمشروع لتفقد أعمال المشروع والوضع القائم ليه. تاني حاجة جهة الإشراف الاستشاري، وهي جهة هندسية بتقوم بعمل التصميمات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية للمشروع، وبتقوم بتسليم نسخة من المستندات الخاصة للمشروع زي المقايسات التسمينية البي او كيو. تاني حاجة المواصفات العامة والخاصة السبيكس. تالت حاجة اللوحات التصميمية التندر دروينج، وبتقوم بمتابعة الأعمال واستلامها من المقاول العام. وبيتسمى المهندس اللي بيقوم بالمتابعة والاستلام بمهندس الإشراف على التنفيذ أو مهندس الاستشاري. جهة الإشراف أو الاستشاري بيتولى مسؤولية اعتماد مواد البناء قبل وأثناء مرحلة التشييد، واعتماد المقاول العام وطاقم العمل، مدير المشروع ومدير التنفيذ ومهندسين التنفيذ. وبيقوم باعتماد مقاول الباطن لكل بند في المشروع، وبيقوم باعتماد جداول الحصر والكميات، واعتماد اللوحات التنفيذية الشوب دروينج، واعتماد المستخلصات الجارية واللي بتتقدم من المقاول العام. تالت عنصر المقاول العام، ودي شركة المقاولات المسؤولة قدام المالك والاستشاري عن تنفيذ المشروع طبقا للوحات والرسومات المعتمدة، وهي المسؤولة عن توريد الخامات والموارد البشرية للمشروع. وبيتسمى المهندس الممثل لشركة المقاولات باسم المهندس التنفيذي أو مهندس الموقع، وبيتم اختيار المقاول العام عن طريق المناقصة الخاصة بالمشروع أو عن طريق الإسناد المباشر. وبيقوم المقاول العام بتنفيذ بنود الأعمال، وده طبقا لاشتراطات الأكواد والمواصفات القياسية، وبيتم تسليمها للاستشاري العام للمشروع. رابع حاجة مقاول الباطن، وهي الجهة المسؤولة قدام المقاول العام عن تنفيذ بند واحد من بنود الأعمال للمشروع زي الحفر والخرسانات والمباني والبياض والدهانات والسيراميك وهكذا. وفي الغالب بيكون فرد عنده الصنعة والخبرة الكافية في تنفيذ البند، وأحيانا بتكون شركة متخصصة في تنفيذ البند ده، وهو المسؤول إداريا وقانونيا وماليا قدام المقاول العام فقط. بيقوم مقاول الباطن بتنفيذ البند وتسليمه للمقاول العام، وده طبقا للوحات التنفيذية الشوب دروينج والمعتمدة من الاستشاري العام للمشروع. برضو مقاول الباطن بيقوم بتوفير دولاب العمل، كوماندا وصنايعية ومساعدين، وده لإنجاز البند في الزمن المحدد. كان معاكم المهندس جورج هاملتون من هندسة مدنية وبس. أتمنى أن الفيديو يكون فاتكم ونال إعجابكم.